وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022-2023، وجاء ذلك خلال جلسة عمل المجلس بحضور ممثلي وزارة التخطيط والجهات المعنية. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش خلالها عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة وافق المجلس على إحالة 9 تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من الأعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، تلا ذلك استكمال مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022-2023، حيث أبدى عدد من النواب مقترحاتهم وآراءهم بشأن مشروع القانون. بالتأكيد هو خطة يعني نقدر نقول إنها طموحة جدا، وفيها العديد من النقاط اللي نقدر نقول إنها بناءة في ظل ما يواجهه العالم من أزمة حقيقية في توافر الغذاء، وأزمة حقيقية إن إحنا بننشد إن إحنا نواجه الجوع، ويمكن ده يمكن تخوف عالمي موجود. الخطة لهذا العام يا ريس فيها توازن بدعم ومساندة احتياجات الفقراء، وفي نفس الوقت تقديم مشروعات المستدامة. دي الجزئية التانية يا ريس، عاوز أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة. وأكد عدد من النواب أن المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ إجراءات عديدة لحماية الاقتصاد ودعم جهود الدولة للحماية الاجتماعية. الأهمية القصوى التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في ظل الظروف الدولية هي تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومواجهة التحديات التي تواجه الطبقة الفقيرة، وتعزيز التجانس الاجتماعي، خصوصا أن هناك استراتيجية محددة للقضاء على الفقر أو الحد من الفقر في مصر تقوم على برنامج تكافل وكرامة، مشروع مكافحة أو القضاء على العشوائيات، وبرنامج الحياة كريمة. وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة نهائيا على مجموع مواد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022-2023 والتأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة به.